تذكرت شيء كنا نحكي فيه وأنا تأثرت منه شخصيا. كنت بتشاركني بتقول إنه واحدة من المواقف اللي كمان أثرت على حياتك اللي هي والدتك اللي كانت مريضة بالسرطان في حالة صعبة. أنا مش عاوز أتكلم عنك، أنت اللي شاركنا. أنا كنت جاي في السكة يعني. أتفضل، اتفضل. أنا يمكن سبقتك شوية. لا لا لا، أنا كنت، هي دي اللي أنا كنت هتكلم فيها. تفضل. فكويس إن أنت يعني معايا في الصورة. معاك. بعد ما اتعمدت وكده، كانت بتجيلي تليفونات من مصر إن ماما مريضة وبيعملوا لها عمليات رهيبة، والكانسر كلها يعني، السرطان كلها خالص، وشالوا الصدر، وبعد ما شالوا الصدر السرطان رجع تاني في العظم، وبقت يعني في حالة سيئة جدا، موجودة في المستشفى. فأنا بقول لإخواتي، كل ما اتصل أقول لهم ادوني ماما على التليفون، فماما تاخد التليفون وتكلمني. أنا بكلمها عن المسيح، وبقول لها يا ماما هو الدكتور الوحيد اللي ممكن يشفيكي أو يخلصك من الوجع دوت، يا ماما كذا، يا ماما كذا. وماما بعد كده صليت معاها وقبلت المسيح، وكان اختبار رهيب جدا من ربنا ليا ان ماما قبلت الرب يسوع المسيح قبل ما تموت باسبوع. واو. وبعد ما قبلت المسيح حصل شيء رهيب، ماما مش مستحملة الوجع والدواء ما بيأثرش فيها بأي حاجة، ونايمة في السرير بتجعر، ويعني مش طايقة حياتها. فبقول لها يا ماما اقفلي عينيكي، اقفلي عينيكي ودوري على النور، هو ده البرنامج بتاع حضرتك، دوري على النور يا ماما، اقفلي عينيكي ودوري على النور. فماما سمعت لكلامي وقفلت عينيها عشان تدور على النور وتقول ابعدني يا رب عن الوجع دوت، انا تعبت منه، انا تعبت منه، وبتدور على الرب يسوع وعلى النور، وبدأت ما تجعرش، وبدأت ما تعيطش، وكل حاجة ارتاحت، ونامت في الليلة ديت مرتاحة جدا. وفي الصباح ماما فتحت عينيها، بصت لإخواتي وبصت لبابا وسلمت الروح لربنا. فهم عايزين يلقنوها الشهادة. انت عارف ان المسلم قبل ما تطلع روحه بيلقنوه الشهادة، قول أشهد أن لا إله إلا الله. فماما ما رديتش وقفلت عينيها وراحت مع المسيح. هاليلويا.